بقى الزيت خلص. طب وانا اعمل الاكل ازاي؟ ولا باسل ولا خد دي يا حبيبي، خد دي. ولا باسل انت يلا سيب اللي انت بتعمله ده واطلع هات لي ازازه زيت يلا وملح وعايزه كام حاجه كده عشان اجهز الاكل بتاع بكره. يلا ايه ده ولا مال انا؟ طب انا لسه طالع بره جايب لكم الطلبات. بقولوا بخل اللي هو اللي يروح يجيب الطلبات دي. يلا بقولوا اطلع يلا. ايه انا اطلع بره يا ماما لوحدي دلوقتي؟ لا يا حبيب ماما انت، هو فين يا حاج؟ ما تتكلم. ايه ده انت يا حاج دلوقتي؟ ايه يطلع فين يا حليت؟ ها يطلع فين؟ يطلع فين دلوقتي لوحده يا كبير يا عاقل؟ ولما يتخطف 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 فين يا حاج؟ واحنا في الشارع يا حاج، احنا في كومباوند يا حاج، يعني امان الامان، ما تقلقش يا حاج. بولوز يلا اطلع انت. ها لا 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 خلصت؟ طب انا قلت انت اللي هتطلع يبقى هتطلع. اوه طيب حاضر كل حاجه انا. الله لا اوريك يا بولوز الكلب. كل حاجه انا بزفت. ايه ده؟ هي امانه اهي. احي ايه الصحرا دي؟ بس امان برضو امان. ايه ده؟ امال ليه حسيت ان في حد ماشي ورايا؟ ناقص هبل بقى. يا بقى يلا يلا زيت وبتاع كل حاجة. أنا ده إيه ده؟ إيه ده؟ أحي مفاتيح وعد أحي أقول لهم إيه دلوقتي؟ أقول لهم يلا بقى أنا وحظي بقى. طيب ماما ماما أحي ربنا يستر. ايه في ايه عمال تخبط تخبط؟ ما تفتح انت مش معاك المفتاح. ما خدتوش معاك. ما خدتوش ازاي يعني؟ امال فتحت ازاي وانت خارج؟ ما انا فتحت من جوه بالاكره وطلعت وما خدتوش معاك. بس ولا انت بتحور؟ ها فين المفاتيح من الاخر؟ على الدغري انا وقعت. ايه ضيعته عادي يا ماما. يا لهوي الحق يا حاج الحق. ايه يا ماما اهدي. الحق في ايه؟ الحق يا حاج الحق. ابنك ضيع المفاتيح في الشارع. يخرب بيتك ضيعته؟ لا وقعته. ومالك فخور قوي كده ليه يا حلتك؟ ده احنا هنتسرق يلا. الدهب بتاعي الفيلا هتتقلب. هو في يا جماعه ايه الامر اللي انتوا فيه ده؟ يعني هو اللي هيلاقي المفتاح هيعرف ان المفتاح ده بتاع البيت ده؟ يعني هو المفاتيح فيها جي بي اس للبيت؟ كمان بتستصرف؟ وش ايه؟ من بكره الصبح ننزل نجيب كوالير جديده وكل الكوالير اللي فات ده هتتغير من اول وجديد. هو في يا جماعه انتوا قلقانين كده ليه؟ يا جدعان احنا في كومباوند مش في الشارع، يعني امان الامان. ايه اللي هدخل حراميه هنا؟ ده بتوكس اتوكس يا موكوس. على الدغري انا مش مطمنه ولا انا مطمن. يلا بقى نطلع ننام ونصحى الصبح نشوف الموضوع ده. يلا معلم مصلحه. ايه هي؟ فيلا معالم لقيناها وهتتقلب بسهولة. هي دي الأخبار. وهنخشها ازاي؟ أنا هقولك. دي شكلها سهلة وجاي على التطور. حلو ده. جهز الرجالة عشان هنطلع النهاردة عليها. حصل يا معلم. يبقى يلا نجهز.
يلا. يلا انا عايز الفيلا دي تتقلب كلها. ايه الصوت ده؟ يخرب بيتك خضتني. ايه الصوت ده؟ مش عارف انا قمت عشان اشوف في ايه. قلت يلا نشوف تعال. يلا رجالة الفيلا دي بتاعتنا قلبوها محدش تشوف حاجة فيها. احي انت شايف اللي انا شفته ده حق؟ هو ده اللي امان يالا؟ لا امان امان يالا مش وقته. احنا لازم نتصرف دلوقتي. هنعمل ايه؟ خش صح لي بقلص ام كرش وانا صح امك ونطلع فوق على الروف. يلا بسرعه. ماشي يلا يلا. جعفر 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 قومي بسرعه. ايه ايه يا حاج؟ تعالي ورايا تعالي. ايه طيب حاضر. ام كرش بقلص انتوا الاثنين قوموا بسرعه تعالوا معايا يلا. ايه في ايه؟ في ايه؟ استنوني استنوني. في ايه بقى يا حاج؟ اهدوا بقى كده بقى وركزوا معايا كده بقى. الفيلا كلها مليانه حراميه تحت وعصابه. اهدوا بقى عشان نعرف نتصرف بقى كده. اهم حاجه احنا كلنا هنا صح؟ بس كده ناقصها جدو. احي الفيلا شكلها ما فيهاش حد. لا 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 الحوار ده انا مش مطمن له. اكيد في حاجه غلط. في حاجه غلط. ايه ده؟ باب ده اللي فاتحه كده يا عاجي الكلب. ايه ده؟ تعال اطلع بسرعه شوف فيه بره. اطلع بسرعه يا عاجي الكلب. انتوا عيال يلا انت مين؟ انت حرميه؟ حرميه. انا ليه الراجل ده بره؟ حلو ده قوي. هاتولي بقى وتعالى ورايا. احنا عرفنا ان انتوا هنا ومستخبيين، فلو ما طلعتوش الراجل الكبير ده قدامه 5 دقايق وهموته براحتكم. احيه ابويا اتمسك. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي يا حاج؟ ما بدهاش بقى، هما اللي هيضطرونا نرجع بقى للزمن الجميل بقى. كله جاهز؟ جاهزين. وانا هبعت اجيب حد من بره يساعدنا، ما بيجيش غير في الازمات دي. يلا بينا. عايز اقول لك معلومه يا اخي، احنا عيله ما بنسيبش بعض ابدا ولو على موتنا. يعني ايه؟
ايه العيلة دي؟ هاتوهم كلهم يلا. جاهز؟ يلا بينا، خلي بالك عشان في واحد بيتسحب وراك. حلو ده، في واحد وراك، اجهز بقى. واحد، اتنين، يلا وطي. حاسب حاسب. جاهز يا حاج؟ جاهز يا حبيبي. بس كله يثبت. خد دي بقى مني بقى. تعالى بقى. ودي بقى من جد حبيبك يلا. خد دي مني. الله. قول لجده بالتوتة. تسلم توتتك يا حاج. حبايبي يا ولاد الكلب. حبايبي. شفت بقى عشان تعرفوا. التوتة بتنفع. وانتوا فاكرينها خلصت كده؟ قبلوا بقى اللي جاي. اتخطيتوا؟ قبلوا بقى اللي جاي. اضربي. يا نهار اسود، دي الفيلا فجرت.